بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير ودايما بالصحة. احلى حاجة في الدنيا بتحبوها بس ما بتعرفوش تظبطوها شوية، هي الميلفي او الفطيرة المورقة بالشكل دوت. عايزين نعملها بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة، وما تتعذبوش ولا تعملوا عجينة الفيتاج ولا، بس ازاي نعملها ونقطع قطعة الجاتوه تعجبكم وتبقى الدنيا حلوة قوي. والنصيحة ان انتوا يا ريتكم تعملوا وتجهزوا الدنيا قبلها بيوم، وبعديها تبتدوا تقطعوا. مقاديرنا ايه؟ يكون عندي في حدود 2 كوباية كريمة بودرة، نص كوباية كريم باتسري. لو الكريمة خام ده نصيحة تشتروها كده، حطوا 1 كوباية سكر بودرة وادوا مية متلجة، ونبدأ نخفق مع بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لغاية ما الخليط يقفش معايا. دايما بتحبوا انتوا تاخدوا الدفتر بتاع الميلفي او الفطيره المورقه؟ لا ولا يهمك، هوريلكوا دلوقتي هنحطه مكسر ويطلع معايا جاتوه. بعد كده هنجيب القالب بتاعنا زي ده، موجود عند اي محل حلويات. بصوا هكسر الدنيا عادي خالص ولا في اي مشاكل، انا عندي فراغات اهي، هكسر دلوقتي واحط فيها، وما تخافوش قطعه الجاتوه هتطلع سليمه زي ما هي. هنبدا نملى كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت اهو، وهنا برضو، ونقوم حاطين الكريمة. وما تخلوش الكريمة جامدة قوي عشان انا عايز الصوص يسقط، برضو الفطيرة تشرب من الصوص او اللبن او السائل اللي انتوا خابقين بيه. خدنا كده اول حاجة، ونبدأ تاني نملى الرق اللي بعده بالشكل دوت اهو. ده بيتباع يعني، تلاقوا مثلا مكتوب ايه بيتباع ده كده جاهز مثلا لأم علي، هتلاقوه على قناتي اللي غاوي قوي اللي يعمل عجينه الميلفي او البتاش. بس انا بقول طالما الدنيا بقت رايقه بلاش انا اصعبها واقول لكم عشان نعمل شويه جاتوه ميلفي، لا هاتوا الرقات ديت على طول، شويه الكريمه وهناكل احلى جاتوه. انا اعمل لكم عينه وناكل الجاتوه اللي هو الميلفي. طب عايزين نحط مربى مثلا او كده، نقدر نحط مربى. فرقت كده وهنبدا نكسي تاني بالشكل ده كده اهو، كسر كسر ولا يهمكم مفيش اي مشاكل اهو. ونحط ان شاء الله نحطه مكسر خالص، ادي اخر رق عندنا خلاص، لان ده هو الميزان بتاعنا او اللي هو هيبقى مطلعها متظبطة يعني، واقدر اطلع منها تورتة ان انا اكسي بالفتاتة ديت بتاعت الملفي الاطراف. شايفين هنا الدنيا اهي، بكسي كل مكان فاضي خلاص، بس كده اهو كل مكان فاضي بالفتاتة دي تمام التمام. احط كيس واقرص بس كده على الوش اهو بالمردنة، ممكن بايديا ممكن، مفيش اي مشاكل. ده خلي الكلام ده بقى التلاجة، ما تجيش جنبه دلوقتي، خليه بس ياخد ويدي مع بعضه كده. قمنا رشين السكر بودرة وفكينا القالب اللي عندنا، واهو ادي سكينة طرنش ضروري طبعا، ونبدأ زي ما انتوا شايفين القطع معايا اهيت اهو. انا مش عايز بس ابهدل ايديا وابهدل السكر بودرة اهو، شايفين بالشكل ده امره سهل. عايز ادي على الوش جناش، عايز ادي مربى ادي مربى، نقطع كله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه المورق دوت. موضوع سهل جدا، يا رب يكون عجبكم وبسيط. النهارده حاجة بسيطة كده للناس العسل. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.